فيكم وأشكركم على مساهمتكم معنا في مبادرة دعم ناديك. وإحنا دورنا كإدارة نادي الهلال نقدم لكم الشكر على قبول الدعوة، وإن شاء الله أنكم تساهمون معنا في حملة دعم ناديك، وهذا كله بيرجع إن شاء الله في تطوير منشآت النادي والطبية والبنية التحتية. الإنجازات اللي تحققت كلها بفضل الله، من فضل الجمهور الهلالي. أتمنى من الجمهور الهلالي أنه يدعم النادي في حملة ادعم ناديك. محمد الدعية. وأنا بدوري ونيابة عن رئيس النادي أشكر جميع اللي حضر وجميع اللي دعمنا في الحملة هذه.